بسم الله الرحمن الرحيم، ومساكم الله بالخير. الليلة أنا سعيد مرتين. الأولى بدعوة أخي سمو الأمير بدر ابن عبد الله الفرحان، والثانية بلقائكم والحديث معكم. وأتمنى إن شاء الله أن أوفق في الإجابة على الكثير من أسئلتكم إن شاء الله، وأن تكون ليلتنا جيدة ومثمرة. الليلة ما حتكون أمسية شعرية، وإنما هي ساعة يسعدني ويشرفني إني أقضيها معكم، وأنا جاهز متى ما كنتم جاهزين. طال عمرك، كيف مر عليك 2020؟ 2020، والله السؤال، يعني أحيانا الواحد يفكر إنه 2020 مفروض إنها تنخصم من عمر الواحد، يعني ما هو علشان شيء، بس فعلا تجربة ما هي عادية. الغريب فيها أنه كان الإنسان يتمنى الفراغ، يعني يتمنى أنه ما يكون مشغول بأشياء كثيرة على أساس أنه ينتج. فاتضح أنه انشغالك بالأشياء هو سبب الإنتاج، بمعنى يعني أنه اجتماعك بالناس، شوفتك للناس، يعني حديثك، نقاشك مع الناس هو اللي يولد هل 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 هالأفكار، هو اللي يولد يعني هالعمل. فكونك إنك تكون فارغ، ما عندك أحد، أو تشوف ناس قليلين، يعني ما يشجع كثير على 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 إنما الحمد لله رب العالمين. يعني أنا أتكلم الآن على الأشياء السلبية، يعني الأشياء الإيجابية، يعني هي تبتدي من إنه أنا سمنت الأول مرة في يعني ما سمنت، يعني المهم إنه على الأقل يعني كسبت شوي وزن. الشيء الثاني إنه أنا شفت عيالي وشفت أهلي يعني مدد أكبر، أو إنه جلست معهم وطبخنا سوا وحكينا سوا وتفرجنا فيلم سوا ومن الأشياء الطبيعية الإيجابية إذا وسعنا الرؤية، يعني هو اللي اتخذ سواء من 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 وزارة الصحة ولا من القيادة ككل، يعني هذا شيء يرفع الرأس. الحرص اللي حصل حرص غير يعني متوقع هو، بس ما هو إنه والله حصل هذا فسووا كذا سووا كذا، يعني لمجرد كان حرص شخصي، كأنه الحكومة تحرص على كل واحد إنه متى يلبس الكمام حقه. ولا في نفس الوقت بالنسبة للمستشفيات أو بالنسبة كان العمل عظيم، ويجب أنه حنا نشكرهم، يعني نشكرهم فعلا من قلب على العمل اللي سووا. التطعيم الآن شيء مشرف جدا، وشيء لا نجده حتى في يعني إلا القليل من البلدان. الحمد لله رب العالمين على هالنعمة. كيف تشوف طال عمرك، تكلمنا عن مؤسسة بدر عبد المحسن الحضارية، أو الكلام
اي نعم، الكلام عن 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 مؤسسة يعني بدر بن عبد المحسن الحضارية هو كلام يطول شوي، ولا ودي انه اخذ يعني وقت الناس، مع انه هذا سؤال من 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 ابدا. المؤسسة انشئت من اجل انه تقدم اعمال مميزة، أعمال غير الأعمال اللي إنه مجرد إنه 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 تشجيع الفن، تشجيع الفنانين، تشجيع الـ 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 ما كانت يعني ما كان هذا هدفها. كان هدفها إنها تأخذ الموجود وتطوره بقدر الإمكان. ف هو في الواقع انه قامت باعمال منها 3 مهرجانات على على او اوبريتات، بالاضافه الى 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 فوق 50 أغنية تقريبا. يعني قمنا بحفلات مميزة، أعتقد أنها مميزة ومختلفة. إنما هذا كان كله شغل جانبي بالأصح للمؤسسة، اللي حنا يعني نطمح له هو الآتي، وطموحنا هو نقل المحلي إلى العالمي، انه كيف نوصل او نوصل الفن الى الخارج، لانه هذه رساله مهمه جدا، على الاقل احنا نعتقدها، يعني انه الناس او العالم ينظر للامم على حسب ثقافتها، على حسب ابداعها، على حسب اهتمامها في 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 الناحيه الثقافيه والفنيه. وحنا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله سنحاول ما أمكننا أن نصل إلى يعني إلى هذا الهدف، اللي هو أن نوصل بموسيقانا أو بفننا يعني ككل إلى العالمية بإذن الله. هذا السؤال عن الجديد، وش الجديد لديكم؟ هو في الواقع يعني أنا جلست يمكن 6 7 شهور ما كتبت، و الحمد لله كتبت لي قصيدة يعني غالية علي كثير، وغالية إن شاء الله على الناس. فودي أقولها، أتمنى إن شاء الله إنه تعجبهم. وهي تتكلم على فكرة على 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 أن المملكة كانت مستهدفة من ناس عديدين، ومثل ما أثارت يعني قصيدة عوافي، هذه أنا أعتبرها تكملة لل يعني القصيدة نفسها. قصيدة اسمها جمرة هلا العوجة، تقول: ما نيب عن هرج المعادين نشاد، ما نيب عن هرج المعادين نشاد، عجاجة جان المطر من وراها، ونجدد الظالم مزاعمه وش عاد،
هذا هوى نفسه وهذا جداها، ما تصلح الدنيا، بلا صبر وعناد ولطم الخشوم وردها عن هواها. أنا أشهد إن بلادنا المملكة بلاد معظم مكانتها ومطول مداها. يا محمد حييت يا نسل الأجداد، جمرة هلا العوجة وشعلة ضياها. ويا محمد حييت من روس الأشهاد، بقولها وافرح بردة صداها. حنا نشوف الصبح من قبل ينقاد في مفرقك، والشمس غض سناها. نحتاج لك روح ونحتاجك فؤاد، وتحتاجك أرضك يا معمر ثراها. لا يكدرك يا أمير فاجر وجحاد، بعض النفوس أبصارها هو عماها. وإلى رضا سلمان يحتج من راد، ما جيت خلق الله تدور رضاها. والله فوق الكل في حماه نزداد، عز وتهنى المملكة في رخاها. هذا جديدي وهذا أحساسي وهذا أحساس كل مواطن سعودي تتعرض قيادته وتعرض بلده لهال ما أدري أنا حتى كيف. فالمهم أنه الحمد لله حنا راسين، حنا موجودين، حنا مكملين في الطريق الصحيح إن شاء الله بإذن الله. اي نعم، انا يعني انا بالفعل سبق اني قلت انه يمكن من الاسباب الرئيسيه لاني انتجت هالانتاج كله، يعني بدي اقول الابداع، بس يعني الابداع انه هو التفرغ. يعني انا تفرغت للشعر، ف اصبح هو همي واصبح هو حياتي واصبح فكنت دائما اقول انه في فنانين كبار وفي موسيقيين كبار في القرون، يعني في القرن الـ15 او الـ14 او فرغوا للفن وابدعوا. الان وزارة الثقافة تكون مبادرة لشيء ما قد حصل، ما قد حصل يعني لا عندنا ولا في العالم العربي، اللي هو تفريغ الموهوبين سواء موسيقيين أو شعراء أو غيرهم، أو على أساس أنهم يبدعون، وتفريغهم بمعنى أنه 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 يجدون شغلهم، يكون شغلهم هو الإبداع، ويأخذون عليه راتب شهري ويأخذون عليه، فهذا شيء عظيم. وأنا متأكد إذا إن شاء الله كمل هالمشروع بعد سنوات قليلة بيتغير وجه الثقافة كلها عندنا والموسيقى. طال عمرك ترى يمكن فوق 6 طلبات إعادة القصيدة نفسها اللي قبل شوي. زين بقولها في آخر، يعني في آخر شيء، في آخر شيء بقولها مرة ثانية. كان لكم تجربة في اليونسكو يوم الشعر العالمي، ما أهمية ترجمة الشعر على انتشار الشاعر والقوة الثقافية الناعمة، وكيف شفت تقبل الجمهور الفرنسي؟
أولا لا جدل، يعني هو الجدل في 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 أن كل الأعمال الأدبية أو الشعرية أو شيء تترجم، هذا انتشار لها في العالم، يعني هذا يعني ما يحتاج أنه أنا أقول أنه هذا يساعد. أعتقد أنه في حركة ترجمة جيدة، إنما بحاجة إلى دعم كبير، والهدف دائما هو هذا، من يمكن من أهداف المؤسسة هو إيصال الأدب والشعر والفن السعودي يعني للعالم. أما عن تقبل الجمهور، والله ما يعني ما أدري، الجمهور الفرنسي أعتقد أنه إن استطعت أن أقول شيء، أنه هم حسوا أنه فيه شعر، فيه فن مختلف عن العادي. إنما التجربة بحد ذاتها كانت يعني كانت كلها جيدة، وأشكر مسك على الجهد العظيم اللي هم سووه، علشان ولولاهم ما كان حصلت هذه التجربة. وش أقرب لون شعري كتبت عليه؟ قرينا لك سامري مسحوب ومجرور. أي هذا عجيب، يعني أنا بداياتي كتبت النبطي، يعني كتبت الشعر النبطي، حتى أتذكر أنه في الثمانينات كنا في يعني كنت أنا والأمير محمد عبد الله الفيصل الله يرحمه في 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 بيروت، وهو اللي أصر علي أن أكتب الأغنية، يعني ما كنت أكتب أغنية، فكان يقول لي ليه ما تكتب أغنية. فكتبت الأغنية وكتبت الشعر بس سبحان الله الإنسان يرجع على أساساته. على الآن أغلب اللي أكتبه هو النبطي، أكتب أغنية يعني بس بتكليف، بس لما ودي أكتب أنا ما أدري هل هو هذا. وأحس إنه 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 ماني مرتاح لهالوضع، لأن تجربتي في الشعر يعني ال 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 يعني شعر التفعيلة أو تجربة غير مكتملة، فكان من المفترض إنه أنا أحاول إنه أنا يعني لن أستطيع أن أكملها كلها، إنما أضيف لها يعني. فأتمنى إن شاء الله إنه 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 أحاول إنه إنه أرجع، بس الآن اللي غالب علي هو يعني هو الشعر يعني النبطي. طال عمرك كثير من الحضور يطلبون قصائد، شيء من إبداعاتك طال عمرك. والله أنا قلت يعني من شوي إنه 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 يعني الواحد ممكن يقول له قصيدة أو قصيدتين، يعني اللي يرضيهم هو المبارك، يعني الشيء اللي يرضيهم هو اللي نسعى له يعني. فما أدري يعني، خلني أشوف. طبيعي الذاكرة، ما في ذاكرة، ما يعني الذاكرة الله لا يوريك. والله صراحة التعليقات كلها غرقانة في الطلبات يعني القصائد. والله ودي أنا ما هو يذكرني القمر ظلك، عجب يلي ظلالك نور، أنا اللي ما عرفت الليل لولا عتمة هدابك، حبستك في السماء شمس وعلى وجه السحاب طيور، ونخيل باسق يشرب رضاك ويعطش عتابك، وجلست ناظرك ما رف لي جفن تقل مسحور، واقول ان الجمال انتي وكل العشق بسبابك،
هقيت إني ملكتك، ما دريت إن الأمان غرور، وإنك في يدي لين انت حاب الوقت وقفابك. سق الله يوم كان أكبر همومك خاطر المكسور، وكنت تضيف عينك، وكنت السقم في ثيابك. سق الله يوم كنت الأرض أنهار وشجر وقصور ديار نورها من طاقتك وأحلامها بابك. عيوني يا شقى عيوني من الجدب الموات البور، أراضي ما بها إلا ما ذوى وانهد في غيابك. أحبك كان لي قلب يجض من الجفا مقهور، وصار اليوم يفرح لو لقابه عذر يا شقابك. هذه من القصائد اللي انا احبها ان شاء الله. انا ما ودي انه ضيع وقتهم كثير في 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 هال في الشعر يعني. هذه واحدة اسمها فرح طال عمرك. الأخت فرح تقول: كيف يستلهم البدر قصائده؟ أعتقد أنها من أنجح الشعراء أو الشاعر الناجح اللي يستلهم من حاجاته الخاصة، من قصصه، من اللي حصل له، من اللي يسمعه من الناس. يعني أنا وهذا سبق إني قلته، يعني الشاعر كأنه واحد يدخل السوق ويأخذ من هنا كذا، يعني يأخذ خشب من هنا ويأخذ مسامير من الناحية الثانية، و المهم يجمع له أشياء ويبني أو يعني يبني يعني شيء أو قصيدته بالأصح أو كرسيه هو. يعني من حق الشاعر أنه يجمع من كل شيء، بس لازم يبني حاجة تخصه. لما الشاعر يدخل السوق ويأخذ الكرسي كامل فهو كرسي غيره، مهما كان جديد ومهما كان أو تقليد لغيره. فتجربة الإنسان أو أشياء تأتي من أشياء صغيرة جدا. أكثر قصائد طلبا وفرناها الله يحفظك. ودائما طويلة القصائد. يعني هذه يعني فيها تكرار، وقلتها في 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 ليلة البدر أو ليلة بدر مع عبد المحسن، إنما الليلة ليلتهم يعني. بس أتمنى إنه ما نكثر بالقصائد، ما هو علشان شيء والله، أعتقد كلها موجودة وقد سمعوها قبل. يعني في الليالي الوضح والعتيم الصبح لاح لي وجه الرياض في مرايا السحب، كفها فلت جديلة من حروف، وقصة الحنة طويلة في الكفوف، من نده عطر الرفوف لين صحاه في ثيابك يا الفليلة وفي الهبوب. انثنينا يا هبوب النعاس والحلم، ألف غصن من الياباس ف
فز لجلك وانثنى، اكسر الاوهام كاس، وان عشقتيني انا ما ابي من الناس ناس. ما علينا لو عشقنا وانتشينا، اه ما رق الرياض تالي الليل، انا لو ابي خدتها بيدها ومشينا. يا نصيبي من الصور والرسائل ومن كل شمس قايمة كل ظل مايل، يا مكاني من البيوت ومن الصحاري اللي غربت فكري قبايل، أقبلي مثل ديم مثل نار في هشيم، من غصون الضي من ليل الغضا وبين ما خلى النخيل من الفضا وما نسى الغيم، وين أحب الليلة وين وين أحب وين أهيم، أرفعي طرقة الشيلة عن سديم عن شموس وكوكب وهاج، وجرحيني بنصل طرف سادر وحجاج، شققيني يا الهبوب العارضية لين أغني للهوى والهوى ما هو خطية. آه ما رق الرياض تالي الليل، أنا لو أبي خدتها بيدها ومشينا. اضطرار رأي الأمير والشعراء حالياً، هو قبل لا يقول رأيي في يعني في الشعراء، رأي بدر بن عبد المحسن في أي شاعر هو رأي يعني رأي واحد من الناس، أنا مثل هالناس أحب شعر وما أحب شعر، أقول هذا شعر وهذا مو بشعر، بس بالتالي هو مجرد رأي ما له أي أي أي. فالشعراء حاليا لهم جمهور ولهم محبين ولهم متابعين كثير، وأنا شخصيا أعتقد أنه لابد أن يكون في الشاعر شيء عشان يحبونها الناس، إنما الأذواق تختلف يعني. يعني في انا بدر عبد المحسن اقول والله ابي الصوره ابي المعنى الجديد ابي، في احد ما يحتاج لهذا يعني، او يحب شيء ثاني او يعتقد انه والله في اشياء جديده يعني غير مفهومه حتى. فدائما اللي بس ودي اقوله انه انا ما اقدر اكون حكم لاني ماني متابع، انما اللي احسه انه الان الشعر في صحوه، ما هو شعر بس، شعر الروايه لا لا لا. ف خلينا نشوف ايش تاثير 2020 على هال يعني على هالمساله يعني. بس اعتقد انه 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 الشعراء بدون تحديد مساهمتهم مهمة جدا، وأنا معجب يعني بالعديد منهم. شكرا. سمعنا كلمات بدر باللغة الفصحى في أوبريت فارس التوحيد، تحديدا في مقطع قم وارفع الأذان. هل في قصائد البدر التي لم تنشر نصوص بالفصحى؟ نصوص يعني بالفصحى؟ لا والله ما كتبت يعني، هي كانت التجربة الوحيدة كشعر. كتبت نثر بالفصحى، إنما قصائد بالفصحى ما لأنه سبق أني قلت
إذا أحب الواحد أن يكتب في الفصحى فيجب أن يتقن الفصحى مثل العامية. الأخت سماهر تقول ما في أمسية قريبة. والله أخت سماهر عسى الله يفك لنا من هالكورونا الحين الناس. بس إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله أنه نحتفل إن شاء الله معكم بإذن الله إن شاء الله ومع الجميع ومع الإخوان بانتهاء هالمرض يعني أو هال وإن شاء الله نسويها إن شاء الله بإذن الله. شاد الأخ شاد، متى تحس بمشاعر القصيدة ولذتها في لحظة كتابتها أو لحظة إلقائها؟ أحس بمشاعر القصيدة هو أنا ممكن نقول لذتها لما أكتب قصيدة جيدة. يا أخ شاد يعني أنت ما تتخيل وش كثر الواحد يصيبه لما أو الشاعر يصيبه لما يكتب قصيدة تستاهل يعني. وكما ما تتخيل كيف يحس بإحباط لما يفشل في كتابة قصيدة، يعني كلها مشاعر متناقضة. يعني في الحالة الأولى يحس أنه عظيم وأنه مبدع وفي الحالة الثانية يعني يرجع لنفسه يقول يا شيخ أنت ما تعرف تكتب أصلا. فلا أنا أحس لحظة كتابتها، أما لحظة إلقائها فهذه كل قصيدة ألقيها الآن أحس بفرج براحة إذا خلصتها يعني على خير. فالإلقاء صعب. الأغنيات، سمعنا أغنية يطويق بلحن جديد مختلف عن بقية الأعمال اللي تغنت لسموك، وش رأيك فيها كعمل وكيف لمست ردود الفعل؟ أنا كتبت يطويق. الأخ عبد اللطيف آل الشيخ والملحن الموهوب ركان هم اللي لهم الفضل في 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 إخراج هالفكرة. يعني أنا شخصيا كل التجارب الجديدة وكل التجارب اللي فيها محاولة إبداع ولا شيء أشجعها. إلى أنا في اعتقاد إنه يطويق في منتهى الجمال والفكرة في منتهى الجمال، لا يعني خصوصا لحنيا أما ردود الفعل أنا ما يصني ردود فعل كثير يعني، بس أعرف يعني أنا إذا 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 وصلني 5 أو 6 أضربها دائما في 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 1000 على الأقل. أتوهم هذا يعني إنه أقول إنه فأنا في الواقع ما هي يعني ما تعودت إنه تنهال علي المكالمات وفي أي، بالعكس يعني أنا يمكن اللي تكلمني أول شيء أختي الجوهرة في مرة ما كلمتني زعلت عليها. ف يعني قليل اللي يعطوني هالإحساس. كثير من القصائد في النت الظاهر أنها تحط باسمك، يمكن كذا الخط ما هو واضح، ونحن ننشرها وهي ليست لك. سؤالي ما هو المرجع لقصائدك؟ والله عندك حق يعني. هذا من 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 أكبر عيوبي أنا، وهو عيب حتى استحيني أني أقوله. يعني أنا يعني للأسف أنه أعتني بقصيدتي وأنا أكتبها وأتعب فيها، فعلا أتعب فيها وفعلا، بس بعد ما أخلصها
ما عاد أدري عنها ولا عاد أدري وين تروح. فأنا أوعدك أنه في الشهور الجاية أنه حتطلع يا أنه أعمال كاملة البدر عبد المحسن يا حتسجل كلها صح، لأنه ما هو بس أنه ما هي باسمي، أكثرها فيها أخطاء شنيعة تشوهها كلها يعني. إنما المرجع لقصائدي إن شاء الله بيكون، أما كون أنه والله أحد ينشر باسمي هذا ما أقدر يعني ما أقدر أتحاشاه، لأنه هذا يحصل كل يوم. ولا حفل افتتاح وزارة الثقافة، مزجتم بين الألوان المحلية كالدحة السامري والأجنبية، هل هذا هو شكل الأغنية السعودية الجديد؟ هو في الواقع أنا أرفض أن يكون فيه شكل للأغنية السعودية، هذا شكل من أشكال الأغنية السعودية. هو بالفعل يعني اللي حاولنا نسويه انه 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 ندخل الدحة مع باند اجنبي، ان نغني السامري ونغنيه بشكل فالس على اساس كيف نجمع بين 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 يعني اللونين او انما هي كلها تجارب. و يعني شكل الأغنية السعودية سيكون الشباب الجايين إن شاء الله بإذن الله. الأخ عبود، هل هناك فكرة تكتب مذكرات أو سيرة ذاتية خاصة؟ أن أسلوبكم جميل، أولا شكرا على أن أسلوبي جميل. ما والله ما أدري، ما أعتقد، ما هو عشان شيء، ما يعني بصراحة ما أنا إنسان الآن وصلت 70، فحنا ناس فينا نوع من التحفظ كثير يعني، هذا ورثناه يعني. والسيارة الذاتية وذا يبي لها انفتاح، يبي لك تنفتح، يبي لك فما أعتقد يعني. وأكثر أكثر اللي بقوله قلته يعني، قلته في مقابلات وقلته في 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 دانا، هل لديك تعاون غنائي قريب؟ قريب لا قريب يعني، لأنه أحلام غنت لي قريب، والجسمي يعني حسين يعني غنى لي قريب، إنما أشياء يعني قريبة لا، بس إن شاء الله الأشياء جاية بإذن الله. يبون قصايد. بقول قصيدة عطشت، هذه قلتها في 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 ليلة بدر مع عبد المحسن وحستها ذيك الليلة، خلني أحاول هالمرة أن أقولها بدون ما تنحاس. عطشت لشوفتك ولا عطشت لشوفتك والماء حبيبي، واسقني قبل المطر ثم اسقني بعده، حشا من تلبحر من يشربك لو يرتوي يظما، ولكن يشبهك موج البحر في جزره مده، شعوري لك مثل وجه تعرفه ما تعرف اسمه، حبيبي يا ترى روحي أو اللي اشتاق له وحده
أحبك ما فرق قلبي يشوف أو ما يشوف أعمى، حبيبك لو تغيب احتاج للي يمسك بيده، ولا أدري ضي عيني أنت ولا غيرك الظلمة، أظنه ما خلق غيرك يشع الصبح من خده، عطشت الضحكة تنتشفي ورمشن لو جرح أدمى من اللي قد ملك كل هالجمال وما غدا عبده. هل ينعد الله شكا مهموم أو يشكي السق متعافي؟ وش برأيك سلوم العاشقين؟ هم دائما يعني الأولين كانوا ولا يقولون يا ليث الأهل الهوى قاضي ولا إنه العاشقين ما عندهم أحد يقضي بينهم أو إنما السلوم هي القوانين، يعني إنه في عرف يعني للعشق بحد ذاته، يعني إنك ما تكون قاسي إلى هالحد أو لو قسيت تحاول إنك تخفف عنها، يعني في قوانين معينة، فالعاشقين ما في كثير منهم ما يلتزمون فيها. هلا ننتظر هالحين كتابة السؤال الجاي. طبعاً تسألون واحدة اسمها سارة. أي. تسأل تقول الموسيقى ولا الإلقاء يعبر عن سموكم يعني. أي هذا سؤال جيد، يعني الموسيقى أو الإلقاء. إنه شو اللي يعبر عني أنا؟ أعتقد. مو بعتقد، لا يعني أجزم إنه الموسيقى. الأسباب أولاً يعني الإلقاء فيه إشكاليات، يعني في شعراء عندهم إلقاء مسرحي، يعني ممكن يلقون و أنا ما أستطيع إني أوصل، يعني أوصل إلى حد معين بس أوقف، يعني ما الإلقاء المسرحي ما هو. ففي ناس موهوبين في الإلقاء يعني، وموهوبين في إبراز قصائدهم بشكل مؤثر عن طريق الإلقاء، حتى لو كانت القصيدة ما هي عظيمة إلى حد، عن طريق الإلقاء بإمكانه أنه ينقلها إلى إلى إلى. أنا أحاول يعني قدر الإمكان، بس أفضل أنها تكون موسيقى. في حوار سابق لك قلت ان بدر وعبد المحسن هو قصيدته، كيف؟ اعتقد انه اللي مهتم يعرف بدر وعبد المحسن يقرا قصايده كلها، فيه منها في كل قصايده، حتى اراءه وحتى مشاعره وحتى اتجاهاته حتى اخطائه ومزاجيته. يعني اعتقد بدر وعبد المحسن ما هو في كل قصيدة، إنما في قصائد كثيرة ممكن تعرف بدر عبد المحسن بدون ما تعرفه. يعني في أحد الحضور يقول إنه شعر الحداثة، في تصريح سابق لك، أي إنه شعر الحداثة هو شعر ميت، أي ماذا تقصد بهذا الكلام؟ أنا ما قد قلت إنه هذا ما صحيح، ما قد قلت إنه شعر الحداثة ميت، بالعكس ما هي سالفة إنه أنا
ليس هناك أحد وصي على الشعر، يبطلون الوصاية. زين، شاعر وده يكتب حديث، وده يكتب حر، وده يكتب شعر نثر، هذا شيء راجع له، الجمهور هو اللي 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 يقرر يبيه ولا ما يبيه. ما لا أحد حق إنه يمنع إنسان إنه يكتب بطريقة ما. والله طلبات اللي صايد طال عمرك كافة، بدهم يسمعون منك شيء طال. والله يا طويل العمر، يعني أنا قلت إني ما بيها أمسية شعرية، و حتى ما والله يعني الأخوان الله يجزاهم خير ذكروني، خل نكتب، يعني أقول شيء للطايف، لأن الأغنية هي جميلة لأنها في الطايف. رذاذ ما سقى خدك وعنقود العنب ما بيه، وتين ما حضن يدك ولو طاب ونضج مشريه، دخيل الله من صدك ومن طول الجفا وطاريه، أنا اللي لو صفى ودك بطير من الفرح والتيه. في وادي وج والردف هواكي دوزن أوتارة، وبين الطار وبين الكف حديث معرف أسراره، وقصيدة حبرها ما جف، من أول يوم شفتك فيه أنا اللي لو صفى ودك أطير من الفرح والتيه. أجي متولع وخايف يشاركني الجبل وصلك، وألقى اليوم يا الطايف سبقني للوعد رملك. تأمل حالي والشايف نحولي والتعب يكفيه، أنا اللي لو صفى ودك بطير من الفرح والتيه. شكرا. الأخ علي سرور، لماذا الأمير بدر عبد المحسن خارج المنافسة منذ البداية؟ ما هذه تعطي معنى المعنى، بس أنا ما حد فلسف هنا. يعني أنا لست، يعني أنا لست خارج يعني المنافسة، يعني أنا إنسان عندي رصيد 50 سنة يعني، وكل الأخوان سواء الشعراء أو المحبين الله يجزاهم خير وبيض وجيههم يعني يقدرون الشيء اللي يعني يقدرون اني انا متفاني في 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 هالموضوع يعني، واحنا من عاداتنا نحترم اللي اكبر منا ونحترم اللي تجربته سابقه فقط لا غير، انما انا داخل منافسه. طال عمرك سمو وزير الثقافه الامير بدر. اي نعم. يقول الوزاره تتكفل بطباعه جميع اعمالك اللي قبل شوي. طال عمرك. الله يطول عمره، الله يطول عمره، خلاص أعمالي إن شاء الله بتشوفونها إن شاء الله في الأشهر القريبة إن شاء الله. سمو الأمير بدر، وزارة الثقافة ستقوم بهذا العمل إن شاء الله بإذن الله. متى يحصل بدر عبد المحسن على نوبل للأدب؟ والله يا ليت اقدر احدد موعد على على هالسالفه، بس نوبل للاداب تحتاج لاشياء كثيره يعني تحتاج العمل دؤوب، مو بعمل شعري، لا عمل من ناس، وفي ناس يستاهلونها كثير تقدموا، يمكن 5 6 10 مرات
وما وفقوا، إنما هذه أمنية إن شاء الله، إن شاء الله. ما هو الله عشان بدر عبد المحسن يحصل على نوبل الأدب، إنما أمنية أنها تتحقق في أديب ولا شاعر سعودي، وإن شاء الله بتحصل إن شاء الله. الأخ جواهر، عشنا عمرنا كله نسمع كلماتك جمرة غضا، واليوم أتحفتنا بقصيدة جمرة هل العوجة. لماذا بقيت جمرة الشعر حتى يعني فيني جمرة الشعر هذا يعني حتى هذا الزمن أو هذا الزمن الطويل؟ أتمنى أني قلت السؤال صح. أنا يعني لماذا بقيت جمرة الشعر حتى هذا الزمن الطويل؟ أعتقد أنه أنها بقيت لمجرد أنه الشعر بالنسبة لي حياة. يعني كيف يعني بالنسبة لي حياة؟ يعني الإنسان اللي عنده عمل أو عنده إنجاز معين، لو خلص إنجازه ولا يحس إنه حياته انتهت، يعني ما عاد في شيء. فأنا أكتب لأحيا، إنما ما عاد عندي لا يعني لا الطاقة ولا الـ 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 الإمكانية يعني كسن أو أنه أنا أبذل المجهود اللي المفروض أسويه. الشعر بالنسبة لي هو مجهود مضني، يمكن ما يدركون الناس، أعتقدون أني أتفلسف يعني أني أقول أنه أنا. لا بالفعل، أنا لو أحد يعني ياريت كان عندي هل يعني عندي دفاتري، وعندي أنا كنت أكتب القصيدة ما هي طباعة، كتابة، فأكتبها يمكن حوالي 20-30-40 مرة، أكتب دفتر كامل القصيدة نفسها، لأني أحب أرتبها، وإذا غلطت في شيء ولا حبيت أغير فبدلت الرقة وكتبتها من جديد. فأجلس من الساعة 9-10 في الليل إلين أصلي الفجر يعني، وأنا مرتاح. هالحين لما أجلس نص ساعة أتعب. فإن شاء الله الجمرة موجودة يعني، إنما يعني بيلها بعد زمن طويل علشان تتقد. في سؤال طال عمرك، هل في معرض لوحات فنية ممكن يكون لك قريب؟ إن شاء الله. والمعرض هذا للمؤسسة أكثر من أنه يعني أنا حقوقي كلها تملكها المؤسسة، يعني سواء لوحاتي سواء شعري سواء كل شيء أنا سويته صارت ملك المؤسسة بدر عبد المحسن. فهو في الواقع أنهم هم يعني هم المسؤولين عنها، يعني أحد يسألهم عنها أنه، فأعتقد أنه عندهم هالمشروع. هل هناك جلسات شعرية يشاركها مع أسرته؟ هذه أروى المهنة. أيها الله لا يوريك. أنا ساعات يعني تمر شهور، مو شهور، أسابيع على الأقل يعني ما يحصل شيء، بس لما أكتب قصيدة مثل قصيدتي التالية يعني أكثر الحكي، يكثر حكي فيها، وأنا إنسان أحب أقعد أكرر وأسأل وأكرر وأدور كل كلمة، هل في كلمة أفضل؟ هل في كلمة أحسن؟ هل كيف أسويها؟ هل أقدم شيء؟ آخر شيء؟ لا لا لا. فهم يستأنسون أول وبعدين ينغثون الظاهر، يعني يتعبون فيحاولون يغيروا الموضوع دائم يعني، بس إنه بس يعني في جلسات شعرية يشاركوني فيها أهلي.
الأخت فانيتا، وش قصة المسافر؟ تكفى تكفى بعد. لو فكرت في 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 قصة المسافر، هي لها قصة، بس ما هي القصة الـ 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 يعني القصة الخاصة، قصة جامعة. لأنه أتذكر ذيك الأيام في باريس كانوا الناس شبه يحجزون للرجعة لما تبدأ المدارس، يمكن في 3 أو 4 أيام يعني. وأتذكر أنه في طيارات إضافية تجي عشان تشيل الناس، ففجأة تفضف يعني باريس. فلما تجلس أنت فتلاحظ يعني الفرق، يعني مو بأنه تفقد واحد أو اثنين، أو تفقد ناس كثير يعني يمكن ما تعرفهم، بس فتحس بوحشة يعني. فهي إحساس الوحشة، إحساس يعني، هذا هو اللي ولد المسافر. الأخ محمد رياض، هل سبق وحولت قصيدة إلى لوحة فنية أو العكس؟ لا يعني أنه لا حولتها لا، إنما لوحاتي تكمل القصائد، أو اللي ما كتبته رسمته. ف يعني ما في شيء حولته فعلا من قصيدة اللوحة أو من لوحة إلى قصيدة. وش القصائد اللي حبها الملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان؟ أعتقد إنه فوق هام السحب، سواء الملك فهد والملك عبد الله الله يرحمه، ومولاي الملك سلمان الله يحفظه، هذه ممكن يعني أقول إنه يحبون هالقصيدة فوق هام السحب. والملك سلمان أعتقد أنه يحب حدثينا يا روابي نجد. فهذا اللي أتذكره يعني. الأسئلة ما شاء الله تكثر طبعا. الأخ عبد الرحمن الطريري، يعني أنا ناقصك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن الطريري أخو يعني وصديق، وأنا حسبه بيفزع لي هالحين، وهالحين كاتب لي سؤال، بس يعذرني يعني. عبد الرحمن، كل هاللقاء ناقص بدونك، كان مفروض تكون عندنا هنية، والمرة الجاية بكلم الأمير بدر على أساس يفضيك لما أسوي لقاء مثل هذا تكون معي. أما القصيدة اللي مكتبها اللي لم أكتبها بعد، إن شاء الله جاية إن شاء الله بإذن الله. عزي الغصن انقطعوه الحطاطيب، وما مل من ذكر المزون المقافي. أي هذه قصيدة الشيب. وش البيت؟ الشيب وفراق المحبين، لا الهم وفراق المحبين والشيب، هذه الثلاث إحساسها اليوم كافي. خلنا اللي يمكن ما يتخيلونه الناس، انه لما يسمعون هالقصيدة يحسون انه انا او ممكن ابطل شعر ولا خلصت ولا تعبت، ولا هي فيها شيء من هذا. بس هو الموضوع
الشاعر يدور موضوع، لا تصدقونه، لما يلقى الموضوع حتى لو ما كان له مساس فيه تماما يحوله إلى شيء خاص له، يحوله إلى 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 قصة له. فلا صدقون الشعراء كثير يعني في اللي يعني في اللي يقولونه. فأني مليت من الشعر، يمكن مل من الشعر، الحين قضينا ساعة. أي والله طبعا. أي زين. ممكن يعني لو أكثر من طلب طلبك على القصيدة الأولى أو الوحدة اللي أرغيتها. يسعدني إني أقولها ما في شك. يعني ما شاء الله تبارك الله يعني جديدة العالم بدأت حضرات الله يحفظك. ما نيب عن هرج المعادي النشاد، عجاجة جان المطر من وراها، ونجدد الظالم مزاعمه وشعاد. هذا هوى نفسه وهذا جداها. ما نيب عن هرج المعادي النشاد، عجاجة جانا المطر من وراها، ونجدد الظالم مزاعمه وشعاد. هذا هوى نفسه وهذا جداها، ما تصلح الدنيا بلا صبر وعناد، ولطم الخشوم وردها عن هواها. أنا أشهد أن بلادنا المملكة بلاد معظم مكانتها ومطول مداها. يا محمد حييت يا نسل الأمجاد، جمرتها للعوجة وشعلة ضياها. يا محمد حييت من رؤوس الأشهاد، بقولها وافرح بردة صداها. حنا نشوف الصبح من قبل ينقاد في مفرقك، والشمس غض سناها. نحتاج لك روح ونحتاجك فؤاد، وتحتاجك أرضك يا معمر ثراها. لا يكدرك يا أمير فاجر وجحاد، بعض النفوس أبصارها هو عماها. ولا رضا سلمان يحتج مرات، ما جيت خلق الله تدور رضاها. والله فوق الكل فحماه نزداد، عز وتهنى المملكة في رخاها. هذه ليلة جيدة، وأنا شاكر للجميع، وأتمنى من الله سبحانه أن يأمننا في أوطاننا ويحافظ قادتنا ويوفقنا دائما للي يحبه ويرضاه واللي يرفع وطننا ويعزه. شكرا.